ممكن اخد منك مكانك دقيقه واحده لبراحتك. انت شايف مين اللي غلطان في الجون؟ انا هقول رايي بقى اللي جمع الكلام ده كله. انا هسالك انا بقى. ايوه انا هقول لك شايف الغلط. هقول لك رايي اللي جمع الكلام ده كله. انا متفق مع فكره ان محمود علاء يتحمل الجزء الاكبر ده، واحد. اتنين، انه بقى الراي اللي بيقوله الكابتن احمد انا قريب منه في ايه بقى بعد اذنك يا كابتن؟ لا ده طبعا ده حقيقي. وعلى فكره ما في نهايه، اصل هي حلاوه الكوره ان هي وجهات نظر، حلاوه الكوره والله يحترم على فكره. الفكره في ايه بقى؟ انه اللي انت بتقوله لو مثلا احنا طالعين بهجمه والباكات طاروا ولعيبه الوسط قدام والكره اتخطفت مني، تمام، هنا ما حملش اي لاعب في الملعب غير اللي اتخطفت منه الكره. موقف هجومي ليه بقى؟ ان كل اللعيبه اللي في الملعب تمام خلاص هي بره الكوره. يا كريم والله انت ما خدتش بالك من كلامي. لكن ده كان اصلا لا ما خدتش بالك دفاعي. ما خدتش بالك من كلامي. اتفضل. انا قلت يا جماعه المسلوسي ما سابش الكوره ومشي. في فرق ان انا اعتمدت على محمود علاء ان هو واخد كده، فانا سبت مكاني وبعدت. فسبت الراجل يقطع، تمام. فايه اللي حصل لما محمود علاء لعبها؟ الراجل ده قطع خد. لكن انا بتكلم ان المسلوسي كان بياخد خطوتين كده، فلما اتلعبت له قويه وما كانش متوقعها، فمع زحلقه الملعب حاول يوقف بعدت بس ما بعدش. يبقى دينا واحد دفاعيه اهي، وهي مش قويه خالص دي بالنسبه لك. على فكره القويه هي هتروح بعيد. هي بص بالنسبه لك برضو بالنسبه لك هي مش قويه او قويه او حسيت اللعبه او خد بالك القوه مش لازم تبقى قوه مفرطه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده 2-1 رايحين نهاجم، صح؟ ممكن انت النهارده تلعب الكره دي على الارض بقوه زيادة 10%، نسبة 10% تخلي حارس المرمى يوصل قبل الفرق. هل دي نسبة كبيرة؟ لا، بس تفرق معايا. لأن التوقيت التوقيت في اللعبة. هقولك حاجة بس. في فرق بين الخطأ وبين الإهمال. الإهمال إن أنا الكرة جاية لي فضامن نفسي قوي فبوقفها. يعني ده خطأ ولا إهمال؟ ما ده خطأ وإهمال. أمال الفرق لا ده خطأ وإهمال الاتنين مع بعض. ما هو إهمال في إن أنا ممكن أخطأ بس مش قصدي. كرة ملعوبة بالعرض راح تخطى في دماغي وداخلة، هو خطأ بس مش إهمال. إهمال إن أنا الكرة جاية لي بوقفها بالرؤية. أنت كمان وضحت حاجة، يعني بتاعت ياسر إبراهيم ومحمود علاء دي مالهاش علاقة بدي خالص. ده هي بالظبط. لا خالص المكان. خالص مالكش علاقة بالمكان. بص محمود علاء والكرة جاية له على دماغه وشايفها والدنيا ويعرف يطلعها في أي اتجاه. كريم. أنا قلت كده. ما أنا جاي لك. محمود ما تشبهش ليه. والتانية دي يعني لما تبقى ملعوبة كده حلو. أنا وشي فين كده الملعب صح. لما تبقى ملعوبة بينية وطولية فأنا غيرت اتجاهي فين؟ كده صح. لما غير اتجاه كده ففي صعوبيه وكده كده ان انا اشيل. اكيد بتاعت ياسر اصعب. اسمع فانا مش شايف صح. فالتطليعه دي حاجه اسمها ايه؟ غصب عني لازم احطها كده. لكن بتاعت محمود علاء مش غصب عني، فهي ما فيش شبيه. الشبيه ده لما يبقى الاثنين زبط. انا بقول بتاع محمود. ما انت ليه جبت دي بدي؟ لا انت ليه جبت دي بدي؟ بقولها نفس المكان. وبعدين بتاعت محمود علاء لما تردد شط مره. لا بص بس انا بقول ايه؟ بقول هي في نفس المكان، بس انا بقول صعوبه بتاعت محمود ان هي جايه على وشه. هتطلع من الحلقه دي زعلان. لا والله ما زعلان حاجه. لا عادي. على فكره الكوره وجهه نظر. الكوره بتساعد وجهه نظر. يعني ممكن ابقى شايف ان احنا بنلعب. انا شايف الخطا منك، بس هي مصر كلها لو عملت استفتاء يقول لك مين اللي غلطان في الجون؟ حمزه. ان الكره من رجله اتعملت. احنا ممكن لا انت بتتكلم على جماهير مصر كلها. جماهير الزمالك تمام لو الكوره عند خط الهجوم وسيف الدين الجزيري ضيع الكوره هيحمله محمود علاء. هو دورنا بقى هنا بقى كريم. نقطه حلوه قوي. دورنا هنا احنا ايه بتوع الكوره اللي بنلعب كوره؟ طبعا نوضح الامور، نشرح بس. وانا شرحت يعني ممكن الناس عايز ممكن تستقبلها صح او لا تقتنع. ماشي ما تقتنعش. جماهير الكوره بتحب وبتكره. يعني مثلا لو قفلت من كريم فخلاص كريم دوت حتى لو ما لمسش الكوره هو اللي يشيل المسؤوليه. بس احنا لما نيجي نشرحها فنيا يقدروا الناس يشوفوا مين المسؤول بشكل واضح جدا. يعني انا كنت عايز اتكلم بس في حاجه واحده في موضوع حمزه. هو وقفها وبعدت عنه صح؟ خلاص وقفها وبعدت عنه. يعني هي هو على فكره والله حمزه ده انا مش مقتنع بيه. لا والله مش بنقيمه. هو انا كنت هقول لك جمله تلخص القصه دي كلها. لو انا جايب مدافع دولي من منتخب التونسي وجايب مدافع اجنبي يلعب في الباك رايت، مش هو ده لو هو مش قادر ياخد اكشن التوقعات. يعني انت ممكن تقول لي ايه في لعيب غير حمزه المسلوسي ممكن تعدي منه، لكن انا جايب لعيب بقى تقيل عشان المواقف ديت مش احتمال واحتمال. هو يعرف ينقذ الموقف. ماشي بس انا قلت لك ايه؟ انا مش مقتنع بيه. ده مش تهميد بس انا ليه رؤيتي بقى الشخصيه. انا شخصيا مش ده الباك رايت اللي هو طبعا نادي الزمالك. لكن ما ينفعش عشان انا مش مقتنع بيه احمله خطا من وجهه نظري انا كلاعب واحط نفسي مكانه لان هو مش مسؤول خطأ.